السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله أعزائي طلاب تاني ثانوي. هو في انت مشغول؟ أتمنى تكونوا بخير. يعني أنتوا عاملين إيه؟ أخباركم إيه في المذاكرة؟ طمنوني كده. إحنا بنتكلم دلوقتي في درس 8 اللي هو الليكيتسيون أخت، درس بيتكلم عن الوظائف والمهن. خدنا الحصتين اللي فاتوا إزاي أسأل عن الوظيفة وإزاي أتكلم عن أول أنا شغال إيه وأنا بتمنى أكون وظيفة معينة أو مهنة معينة. الحصة الثانية كان بنتكلم عن زمن الماضي البسيط وانا في فعلين فارن وهاتن. النهارده هنتكلم عن قاعدة مهمة جدا 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 وهي الداتيف. طبعا كان مصطلح جديد علينا أول مرة نسمعه. داتيف معناها جر ومجرور. يعني إيه جر ومجرور؟ يعني في حرف جر واللي بعده اسم مجرور. اتفقنا؟ طيب النهارده هنتكلم عن الداتيف. إيه هو الداتيف؟ طبعا احنا خدنا حالتين إعرابية قبل كده. خدنا حالة اسمها الفاعل. حالة الفعل يعني الحالة الأولية للأدوات، الحالة الأولية للجملة، حاجة بسيطة خالص دي في بدايات الدراسة بتاعتنا. خدنا في الترم اللي فات حالة المفعول الأكوزاتيف، تمام؟ يبقى عندنا نومناتيف حالة فعل، أكوزاتيف حالة مفعول، وإن المفعول بيتحول من وإلى. الحاجات دي كلها إحنا خدناها، وإن شاء الله في نهاية الترم هنراجع على كل ده. الداتيف قلنا دي حالة جديدة علينا. إيه هو الداتيف؟ والدقيق ده بيأثر في ايه؟ عندنا في الألماني أربع أنواع الأدوات: معرفة، نكرة، نفي نكرة، ملكية، تمام؟ أي حالة إعرابية ليها الأربع أنواع دول، تمام؟ طيب في حالة المعرفة إيه اللي بيتغير بقى؟ يعني إيه التغييرات اللي بتحصل؟ وإيه سبب التغيير أو سبب التحويل من وإلى؟ كل ده إن شاء الله هنتكلم عليه دلوقتي. طيب الدير المذكر، كلنا عارفين الدير مذكر. طيب وعندنا الضاد المحايد، الاثنين بيتحولوا الى ايه؟ الى ديم. يبقى الدير والضاد ديم. نقول تاني، في حاله المفعول احنا قلنا ان الدير بتتحول الى دن، صح كده؟ طب هنا بقى في حاله الداتيف الدير والضاد تتحول الى ديم. طب ايه اللي يخلي الجمله بقى داتيف واكوزاتيف ونوماتيف؟ طبعا دي كلها اسباب هنقولها دلوقتي، تمام؟ يبقى عندنا في حاله الداتيف عندنا الدير والضاد تتحول الى ايه؟ ديم. دي مؤنث الى دير، دي الجمع الى دين، والكلمه الجمع نفسها في اما بتيجي في الداتيف بحط في النهايه حرف الان. زي مثلا كلمه ايه، هدي مثال بسيط، كند يعني ايه؟ كند معناها طفل، تمام؟ طيب كندر اطفال. طيب عايز اقول بقى كندر في الداتيف، اقول كندر ولا كندرن؟ كندرن، احط ان في النهايه، تمام كده؟ يبقى عندنا الاسم الجمع بيبقى دين زائد ان، وقلنا ان دي تحط فين؟ تحط في نهايه الكلمه الجمع. دي آلة المعرفه، فيها مشكله؟ ما فيهاش مشكله خالص. طب النكره ونفي النكره والملكيه بياخدوا نفس نهايه اداه المعرفه. نقول تاني، قلنا هنا ان الدير والضاد تتحول الى ايه؟ الى ديم. يبقى الاين المذكر والمحايد تبقى ايه؟ اينم. خدنا نفس الايه؟ نفس النهايه. الدير المؤنث تتحول الى دير، يبقى في النكره باينر، تمام كده؟ قلنا قبل كده ان الجمع ملوش نكره، الجمع ملوش نكره. يبقى عندنا في النكره في حاله الداتيف ان الدير والضاد تبقى ديم، دي مؤنث دير، دي الجمع دين زاد ان، تمام؟ طب في النكره عندنا اثنين نكره في الداتيف، اثنين نكره فقط. اينم مشتركه للمذكر والمحايد، واينر للمؤنث، وقلنا الجمع ملوش نكره. النفي نفس الفكره بالظبط، النفي عندنا قينم مذكر محايد، وعندنا قينر مؤنث، وعندنا جمع ينفى بقينن، تمام؟ طب في ضمير الملكيه هقول ماينم للمذكر المحايد، ماينر للمؤنث، ماينن للجمع في الداتيف. اتفقنا؟ دي النتيجه، يعني ده نتيجه وجود داتيف الجمله. طب ايه السبب؟ بص كده معايا، السبب وجود ثلاث حروف جر: زيت منذ، فور معناه قبل، حرف الجر الثالث هو حرف الجر فير. واحده واحده كده وان شاء الله نظبط الدنيا مع بعض. واحده واحده مع كده معايا وركز وسمي الله. طيب طبعا كل حرف جر له شروطه عشان اخليه يعني اكون فاهم الجمله كويس واعرف ان الجمله دي ليه اخترت زايد، ليه ما اخترتش فور، ليه اخترت فور ما اخترتش فير، ليه اخترت فير ما اخترتش زايد.
تمام كده. كل حرف جر له شروطه، وان شاء الله دي حاجه بسيطه جدا، وهنبص كده مع بعض. زيد شرط الجمله مضارع بسيط، دي حاجه سهله خالص. شرط جمله زيد لازم أن تكون مضارع بسيط. يعني ايه اعمل حاجه مضارع بسيط؟ احنا كده كده حتى الان حتى هذه اللحظه خدنا ثلاث ازمنه، المضارع البسيط، الجمله العاديه التافهه البسيطه جدا، المضارع التام نص ترم اول نص ترم تاني، هذا النظام نص ترم تالت اخر الجمله، وخدنا الحصه اللي فاتت الماضي البسيط من الفعلين فارن وهاطن، اللي هو الفعلين فارن والفعل ايه؟ هاطن، تمام؟ طيب يبقى عندنا جمله زيت لازم المضارع بسيط. قلنا يعني ايه مضارع بسيط؟ يعني الجمله العاديه الاوليه وبتيجي في حاله الداتيف، طبعا شرط زيت في حاله الداتيف. طيب قلنا الداتيف بستخدمه في النكره، هنا ان شاء الله هنستخدمه في النكره، يعني ايه؟ بنسبه كبيره جدا نكره فقط، تمام؟ طيب هقول بقى اينم للمذكر، احنا عندنا عندنا ست كلمات دل على زمن، سته مشتركين في الثلاث حروف جر، بيجوا مع زيد منذ، ويجوا مع فور اللي هو قبل، ويجي مع فير اللي هي لمده. ست كلمات هنقسمهم، اثنين مذكر، اثنين محايد، اثنين مؤنث. طيب اثنين مذكر ادي الاثنين مذكر، مناط وطاج. مناط يعني ايه؟ شهر، وطاج يعني ايه؟ يوم، تمام كده. اثنين محايد يار وزمستر، يار يعني سنه، وزمستر معناه ترم او فصل دراسي. طيب فوخي وشتوندي، فوخي وشتوندي معناه اسبوع، وشتوندي معناها ساعه. طيب هنا بقى اي نم بتيجي مع المذكر والمحايد، واي نر مع المؤنث. نقول تاني، يبقى عندنا اقول لك ايه؟ عايز اقول منذ سنه هقول زيد اي نم يار، منذ ترم زيد اي نم زمستر، منذ شهر زيد اي نم مناط، منذ يوم زيد اي نم طاج. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب عايز اقول منذ اسبوع هقول زيد اي نر، اي نر، تمام كده؟ يبقى اينر فوخي واينر اشتوندي. طب دي دول الست كلمات اللي احنا قلنا عليهم، اثنين مذكر، اثنين محايد، اثنين مؤنث. طيب دول في حاله الافراد، في حاله ان هم يكونوا ايه؟ مفرد. في حاله الجمع بقى نعمل ايه؟ احنا قلنا الجمع بيتميز بحاجه بسيطه جدا، ودي ملحوظه مهمه خلي بالك منها. الجمع لازم يكون منتهي بحرف الان. طيب انا مظلل الان اهوت باللون الاحمر عشان تكون واضحه. طيب بنستبدل بقى النكره، عايز اقول مثلا ايه؟ منذ اسابيع. بنستبدل النكره برقم في حاله الجمع، بدي حاله الجمع اهي، محدش ايه؟ يتلخبط. الجمع بتاخد رقم من 2 الى ما لا نهايه. جمع فوخن، يارن، مناطن، طاجن، زمسترن، كل ده جمع في الداتيف. اللي واضح وصريح ما يعني ايه؟ رأي العين بيخلي الكلمة دي جمع هو حرف الان الواضح قدامنا. نقول تاني عشان محدش ايه يسرح مني. عندنا حرف الجر زيد، زيد بيجي معاه اتنين نكرة في حالة المفرد، اي نم لأي كلمة مذكر واي كلمة محايد، واي نر للكلمة المؤنثة، تمام كده. واحنا قلنا الكلمات ديت هما ستة، اتنين مذكر، اتنين محايد، اتنين مؤنث. اتفقنا؟ الجمع بنستبدل النكره بتاعت الجمع برقم. منذ ثلاث اسابيع او زيد دراي فوخن، ثلاث سنين دراي يارن، ثلاث شهور دراي مناطن، ثلاث ايام دراي طاجن، ثلاثه ترم دراي زمسترن. واضحه؟ طيب عندنا حرف الجر زيد الشرط الثالث بتاعه، يبقى ده اول شرط مضارع. ثاني شرط حاله الداتيف اللي احنا بنتكلم عليها. الشرط الثالث عندنا بسأل عنه بقتين استفهام، أدتين استفهام. زيد فان معناه منذ متى، وفي لانجي معناه من مدة. وبص على المثال دلوقتي، في لانجي أو زيد فان اشتوديرست دو انفورماتيك. اشتوديرست دي جملة عادية، يبقى دي جملة مضارع، تمام كده. يبقى أقول زيد أي نميار اشتودير ايش انفورماتيك، تمام. قال لك إيه؟ ما المدة اللي أنت بتدرس فيها؟ ألماني، إنجليزي، جغرافيا، طب، أيا كان المدة. هنا حاسبات، قال لك منذ سنة زيد اي نميار. طب عايز اقول منذ سنتين اقول زيد تصفاي يار ولا يارن؟ يارن طبعا، تمام. تمام.
طيب ادي حرف الجر زايد، خلص. قلنا زايد له كام شرط؟ ثلاثة، مضارع، داتيف، بسأل عنه باتنين استفهام. زايد فان في لانجي كام شرط؟ ثلاث شروط. لو أي شرط وقع من الثلاثة يبقى ما تختارش زايد، يبقى في حاجة تانية. طيب حرف الجر التاني حرف الجر اسمه فور، نفس الفكرة بالظبط، بيجي مع الداتيف برضو، بس ده ايه؟ بيجي مع الماضي، وقلنا الماضي زمنين، مضارع تام وماضي بسيط. طيب يبقى ده أول شرط، ماضي سواء تام أو بسيط، داتيف رقم ثلاثة، آلة الاستفهام فان. يبقى كل حرف جر له كام؟ ثلاث شروط، تمام؟ هنا برضو نفس اللي احنا قلناه بالظبط فوق هو تحت، يبقى نفس الأدوات ونفس الكلمات بالشكل بالنص كده، هي فور وزايد، بس ده ماضي وده مضارع، ده بسأل عنه فان زايد أسأل عنه باتنين زايد فان وفي لانجي. واضحة؟ واضحة. يبقى عندنا أينم برضو للمذكر والمحايد، وعندنا أينر للمؤنث، والجمع قدامه رقم، وفي النهاية حرف الإيه؟ حرف الإن. مثال: فان بيست دون نخ برلينج فارن، إمتى؟ أنت سافرت، خلاص سافرت، ده مضارع تام. فين بقى المضارع التام يا عم الحاج؟ بيست وجيفارن، بيست اللي هو الفاعل المساعد وجيفارن التصريف الثالث. قال لك ايش بين نخ برلين فور اين ميار جيفارن، يعني انا سافرت الى برلين ايه؟ قبل سنه، تمام كده؟ طيب يبقى عندنا مقارنه بين حرف الجر زايد وفور، زايد مضارع، فور ماضي، زايد داتيف، فور داتيف، زايد اسال عنه بزايد فان وفي لانجي، فور اسال عنه بفان، فور فان، بص كده احفظ كده، فور فان، تمام كده؟ طيب في مشكله في دول؟ اتمنى يكون الدنيا واضحه وصريحه وباينه قدامنا، مفيش اي لخبطه خالص بين ايه؟ حرف الجر. طيب حرف الجر الثالث هنا اهو، حرف الجر فير معناه لمده، فير معناه ايه؟ لمده. طيب فير برضو له ثلاث شروط، اول شرط بيجي في اي زمن، ده رقم واحد، يبقى ده الشرط بتاعه او ايه؟ ده اول نقطه بتيجي معايا حرف الجر فير، بيجي في حاله الاكوزاتيف، تمام كده؟ فور وزايد داتيف، لكن حرف الجر فير اكوزاتيف، يبقى اول شرط ده بلطجي بيجي في اي زمن، بيجي في حاله الاكوزاتيف، بسأل عنه، ده الشرط الثالث اهو، بسأل عنه فير في لانجي. طيب الاكوزاتيف احنا خدناه قبل كده، بس طبعا ايه هنفكر بعضينا بيه تاني. احنا قلنا عندنا ست كلمات داله على زمن، قسمناهم اثنين مذكر، اثنين محايد، اثنين مؤنث. المذكر اللي هو تاج ومناط بياخد اينن، لان المذكر في المفعول الدير تبقى دين والاين تبقى اينن، مش اي مشكله خالص اهو. طب المحايد ياروز مستر اين زي ما هي، لان الدص تفضل دص زي ما هي في حاله المفعول. المؤنث ايني، تمام كده؟ لان المؤنث المفعول ثابت زي ما هو ما بيتغيرش، يبقى احنا عندنا في حرف الجر فير بيجي بعده ثلاثه نكره، احنا قلنا زايت وفور اثنين نكره، اينم واينر، اينم للمذكر المحايد واينر للمؤنث، لكن حرف الجر فير دلوقتي فير بيجي بعده ثلاثه نكره، اينن للمذكر طب ومناط، وعندنا اين للمحايد يروز مستر، وعندنا ايني للمؤنث فوخي وشتوندي، تمام؟ وبرده الجمع بيسبقه عدد، وطبعا الجمع العدد بتاع كل كلمه، يار ياري، مناط مناطي، طاج طاجي، زمستر عادي خالص متابع في اي ار، يبقى الجمع زي ما هو بدون تغيير. طب هنا بقى فوخن، هنا فوخي وشتوندي، يعني عندنا كل الكلمات هنا منتهيه بحرف الاي، ياري طاجي مناطي مش عارف ايه، هنا فوخي وشتوندي منتهيين بحرف الاي اصلا، اجمعهم بايه؟ باضافه ان، باضافه ايه؟ باضافه ان. طب ما الان ديت معفور وزايد، ما دي بقى ايه؟ هتكون فيصل للناس اللي ايه؟ متفوقين اللي زيكم. عندنا كلمه فوخن وشتوندن، طبعا وشتوندن الكلمتين دول في الجمع مشتركين مع الثلاث حروف جر، زايت وفور وفير، زايت وفور وفير. طب مثال كده سريع يا هير كده عشان بس ايه؟ ايديا ما توشي.
ممكن اقول ich lerne Deutsch، او الجمله هي ich lerne Deutsch seit drei Wochen، انا بذاكر الماني منذ 3 اسابيع. ده مضارع، وهنا حرف الجر فيه بيجيب اي زمن، يعني ممكن اسيب حرف الجر فيه في نفس الجمله. هقول ich lerne Deutsch für drei Wochen، تمام كده؟ ما كلمة فوخن مشتركة مع حرف الجر فور وفير وزايد. طيب لو جملة ماضي مثلا هتقول ich bin in كايرو، انا بكون في القاهرة فور، لا ich bin، لا ich war بقى، ich war in كايرو فور drei Wochen، يعني انا كنت في القاهرة قبل تلت ايه؟ تلت اسابيع. طيب ممكن اقول ich war in Kairo für drei Wochen. لا، يعني في الماضي وفي المضارع فور وفير وزايد ياخدوا فوخن وشتوندن، تمام كده؟ طيب طب هل ينفع الجمله دي تيجي في الامتحان؟ اكيد ممكن تيجي في الامتحان. ايه الفيصل؟ حاجه واضحه وباينه وضوح الشمس، هو اداه الاستفهام، تمام كده؟ يبقى طالما هيجيب لي حاجه مشتركه بين حرفين جر لازم نحط حاجه فاصله بين الاثنين. ايه الفيصل او ايه الفاصل بين الاثنين؟ هو اداه الاستفهام. لو السؤال بادئ بفير في لانجي، توماتيكي توماتيكي، اجاوب بفير، تمام كده؟ دي حاجه مش ايه، مش صعبه يعني. لو السؤال بادئ بفان، يبقى توماتيكي توماتيكي احط ايه؟ احط فور، تمام؟ لو السؤال بزايد فان او في لانجي، توماتيكي توماتيكي، اجاوب برضو حرف الجر ايه؟ زايد، تمام كده؟ يبقى الدنيا واضحه وسلسه وبسيطه. عندنا ثلاث حروف جر، زايد فور فير. في مشكله؟ طيب هنا بقى فير في لانجي بلايبست او فارت ماضي او مضارع دو ان اليكس، لا ايش بلايبي او ايش فار ان اليكس فير اينن مناض. حرف الجر فير له استخدام كده بعيد عن الوضع الزمني. اقول لك ايش فيل اينتش في فون في برزون ريسيرفيرن، انا عايز احجز ترابيزه لخمس اشخاص، معناه لي او لاجل، تمام؟ طيب بص كده على الجدول ده، قول لي بقى اني طريقه اسهل، الجدول اللي فات ولا الجدول ده؟ هو نفس الشرح، نفس القاعده، نفس القاعده، تمام؟ بص كده في خلال 3 ثواني كده تعمل ايه؟ نظرة سريعة. دول 3 حروف جر اتفقنا عليهم، ادي حرف جر زايد، وادي حرف جر فور، وادي حرف جر ايه؟ فير. معنى لمدة، يقول لك كل حرف جر له 3 شروط، تمام كده؟ كما هو واضح في الجدول تحت كل ايه؟ تحت كل حرف جر، زمن، حالة إعرابية، أداة استفهام. بص كده، زايد شرط جملة مضارع، تاني شرط داتيف، تالت شرط بسأل عنه بإيه؟ باتنين استفهام، زايد فان وفي لانجي. طيب فور شرط جملة ماضي، حالة الجملة داتيف، بسأل عنه بإيه؟ بفان متى، تمام؟ بص هنا حرف الجر فير، وأنا ده بلتقي في أي زمن، بيجي في حالة الأكوزاتيف، وبسأل عنه بفير في لانجي، تمام كده؟ تمام. وقلنا بيجي معاه 6 كلمات هقسمناهم اهو، 2 مذكر تاجو مناط، 2 محايد يار وز مستر، المؤنث بوخي وشتوندي، وحط حطينا كلمه منوتي عشان ايه؟ عشان ايه هي مؤنثه زيهم، منوتي معناها دقيقه. طيب يبقى الجدول ده قدامنا اهو واضح، زايد وفور اينم للمذكر والمحايد، واضحه؟ اينم تاجو مناط ويار وز مستر، تمام كده؟ اينر للمؤنث فوخي وشتوندي ومينوتي. بص هنا على حرف جر فير، طبعا ده فور وزايد اهو، فور وزايد. هنا الجمع، قلنا بناخد الجمع من 2 الى ما لا نهايه، وكلمه الجمع حط له حرف ايه؟ حرف الان. اتمنى يبقى ما فيش اوضح من كده. طب حرف جر فير بي معاه 3 نكره، اينن للمذكر واين للمحايد، المذكر طاج ومناط والمحايد يار وز مستر، المؤنث ايني
المؤنث ياخد ايه؟ اين ايه؟ تمام كده؟ والجمع قلنا بنستبدل الجمع، بناخد الجمع ايه؟ بعدد من اثنين الى ما لا نهايه، وتحط الكلمه منتهى بحرف الايه؟ بحرف الايه؟ طاق طاجي، مناط مناطي، يار ياري، زمستر طبعا الكلمه المنتهي بالاي ار المفرد زي الجمع. المؤنث بقى فوخي تبقى فوخن، اشتوندي اشتوندن، منوتي منوتن. نظرة سريعة كده في ثلاث ثواني الا نص عشان هنحل ونشوف بقى ايه الناس الشاطرة والمركزة معايا، هل هي فعلا مركزة ولا كلام وخلاص؟ يلا نظرة كده، انا بعيد خالص اهوت عن الشاشة، قدامك اهوت شرح بطريقة اسهل من ايه؟ من اللي فاتت. تمام، الخريطة الذهنية واضحة قدامنا اهوت، وقلنا الدنيا ان شاء الله هتبقى سهلة وسلسة في الحل. نبدأ كده بسم الله. نحل برضو زي احنا متعودين 10 جمل، والصح صح ليه والغلط غلط ليه. أول جملة، أحمد هات زاينن جيبورتستاج، أحمد هات زاينن جيبورتستاج فور زواي تاجن، يعني أحمد كان عنده أو كان بيحتفل بعيد ميلاده. جي فايرد هنا حسب المي حسب المعنى، جيفات في اسم فاير معناه احتفل، ده مضارع تام تصريف ثالث، جيبور معناه يولد طبعا ما ينفعش، وجيتانست ما يرضون ما ينفعش. رقم اثنين، منى استفير درا تسين طاجن نقط، منى عمل ايه لمده 10 ايام؟ جاربيتت كمعنى تنفع، جيفارن سافرت تنفع، بزوخن بتزور ممكن تنفع. طب ايه فين الايه؟ فين الفيصل عشان ما حدش يتوه مني؟ است يكون مضارع تام بيجي معاه افعال حركه اللي هم ايه؟ ال 13 فعل اللي احنا قلنا عليهم. افعال الحركه اللي هو جي فارن، جربايتت مع هابن ما تنفعش، وبيزوخت برضه مع هابن برضه ما تنفعش. طيب دي رايزي الرحلة، نقط زيبنتاج زيبنتاجي، تمام كده؟ الرحلة استغرقت 7 أيام. فير نقط زايت سفيارن دويتش، إحنا ذاكرنا ليرنن مضارع عشان زايت مضارع، تمام؟ إحنا ذاكرنا ألماني منذ سنتين، تمام؟ رقم ثلاثة، عمر نقط فور درايفوخن جي أربايتت، جربت مع فعل هابن، تمام كده؟ هنا دي غلط وإست غلط. نقط دورت دير فيلم، قال لك تسواش توندن، دي مدة زمنية، والمدة الزمنية أسأل عنها بإيه؟ بفي لانجي، تمام؟ فير في لانجي لازم حرف جر فير، وده مش موجود. فان ما تنفعش لأن دي مدة زمنية مش وقت محدد. طيب، رقم سبعة. نقط إست داين فاتر جيبورن، قال لك 1950. يعني متى يبقى فان، ما ينفعش فير في لانجي ولا في لانجي. نوت زين زي شون الاسيوط، قال لك زايت سفاي طاجن، عندنا حرف جر زايت بس هنعنه يعني باتنين، زايت فان وفي لانجي، اكيد واحده منهم موجوده في لانجي، فان ما تنفعش ولا في تنفع. رقم تسعه، نوت فارت اير نخ لوكسور، قال لك فير حرف جر فير لو اردت تفهم واحده بس اللي هي ايه؟ فير في لانجي، تمام؟ رقم 10 اخر جمله، نقطه استوديرت مجدي هي الك زايد، ادي حرف جر زايد برضو بس عنه باثنين، زايد فان او في لانجي، تمام كده؟ كفايه النهارده كده الحل بتاعنا ان شاء الله، يعني ايه الدنيا واضحه، انت بس ايه دورك يا بطل تذاكر شويه وتعمل اللي عليك ان شاء الله الدنيا تبقى تمام. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.